أهلا بكم في حلقة جديدة وضجة جديدة مع الرجل الضجة. نعم الرجل الضجة، فكلما خرج على الناس أثار ضجة، وكلما سافر في زيارة أثار ضجة، وكلما تحدث أثار ضجة. لكن ضجته اليوم بنكهة مختلفة. يبقى اللي يقدر على ربنا يقدر علينا. الرجل يجعل من نفسه ندا لله، فمن يقدر على الله سيقدر على السيسي. فهل للأرض إلهين والسيسي هو الإله الثاني؟ وإن كان لا يقصد ذلك، فهل السيسي بلا عقل حتى أن الكلام يخرج من لسانه دون المرور على عقله كما هو المعتاد لدى العقلاء؟ أمال فين الفلاتر بتاعتك يا باشا؟ لكن الغريب أنها ليست المرة الأولى التي يقول فيها السيسي هذه الجملة بنفس النص، فقد قالها حرفيا في لقائه بالإعلاميين. واللي يقدر على ربنا يتفضل، اللي يقدر على ربنا يتفضل. السؤال، لماذا يصر السيسي على مثل هذا الخطاب في كل مرة نحتفل فيها بمناسبة دينية؟ خلينا نشوف النائب محمد العمدة، النائب البرلماني السابق محمد العمدة، ماذا يعلق على هذه الحادثة. احتفالات المولد النبوي المفروض يخرج على المسلمين بأهميهم، ويعني يقدر إليهم بكلام طيب، لكن هو كل احتفال من الاحتفالات الدينية يخرج علينا يقول لنا يا مسلمين أنتوا إرهابيين، وأنتوا العقائد بتاعتكم اللي بتؤمنوا بها عقائد إرهابية، وإحنا لازم نصحح هذه العقائد، والجيش والشرطة يعني حيخلصوا عليكم، مش حيسيبوكم تخلصوا على العالم. تمام، الرجل يختار المناسبات الدينية لدى المسلمين لينكد على المسلمين، يهين المسلمين، يشوه صورة الإسلام والمسلمين. أنا مش بجيب حاجة من عندي، خلي بالكم. في نفس هذه الذكرى العام الماضي في عيد المولد السنة اللي فاتت، خرج السيسي بدل ما يهني المسلمين نكد عليهم. مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل ان هي تبقى مصدر للقلق وللخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها. يعني 1.6 مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هم؟ طيب يا ترى ماذا كانت ردود الأفعال على هذه التخاريف؟ في الحقيقة ردود الأفعال انقسمت إلى 3 فرق، فرق 3. أما الفريق الأول برر. أنا ظني أن التعبير خان سيادة الرئيس. الفريق الثاني كفر. يسأل سائل، ما حكم من يقول اللي يقدر على ربنا يقدر علينا؟ هذا الكلام كفر على قائله الجاهل أن يستغفر الله. أما الفريق الثالث فصفق للمنكر. بكل صراحة أنا مش عارف هما بيسقفوا على ايه كده، عمال على بطال. اعزائي، هكذا انتهت حلقة اليوم. اما الضجة فلن تنتهي حتى تتراجع خلف ضجة جديدة للرجل الضجة. لا تنسوا المشاركة في القناة، الضغط على زر لايك. في امان الله. Yeah!